بيكم في اختار كارت. موضوع النهاردة عن الشريك، العلاقات اللي فيها اون واوف كتير، بتنفصلوا كتير وترجعوا كتير مع بعض وبعدين تنفصلوا، ومش عارفين المرة دي هل رجوعه هيكون رجوعه هو ندمان او يعني عنده نية اخرى في الرجوع. هنشوف تفاصيل تهكير شامل وكامل لعقل الشريك، هل هو ندمان، هل رجوعه هيكون فيه ندم والتزام في العلاقة أو رجع لأغراض تانية. هيكون الاختيار حسب طاقة أول حرف من اسم الحبيب أو الشريك أو المجموعة الأحرف دي. فنون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو اختيار الأسورة دي بحجر العقيق الأصفر. المجموعة الثانية حاء خاء ياء واو غين راء ذال باء تاء ثاء قاف ضاد طاء شين، أو اختيار السلسلة دي اللي فيها القلادة دي من شجرة الحياة من بأحجار الأماتيست. لكم وقت تختاروا، وقفوا الفيديو واختاروا حسب الحدث، حسب الأحجار، أو حسب أو طاقة أول حرف من اسم الشريك. يلا اختاروا. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الأسورة دي أو أول حرف من اسم الحبيب من الأحرف دي. أول حاجة هنشوفها طاقتكم وطاقة الشريك عاملة إزاي، طاقتكم العامة عاملة إزاي، بعدين ندخل في الطاقة الخاصة بتاعتكم وبتاعت الشريك. يلا هندور على صورتكم وصورة الشريك أو الحبيب والصورة اللي قبليها والصورة اللي بعديها. في إيه؟ هنخلطهم مرة تانية لأنه في ثلاثة طلعوا مع بعض، ربما أثرت القراءة السابقة. يلا يلا هنخلطهم كتير. يلا نبدأ على بركة الله. طاقتكم انتم، نشوف دلوقتي طاقة الشريك. ما تطلع يا ابني، ما تطلع يا ابني، ليه مغلبنا معاك؟ غامض، والشخص ده حقيقة غامض في طاقته زي الكتب المغلقة دي، غامض جدا. غالبا طاقة الشريك هنا إنسان عنده هيبة، عنده تقل كده في المحيط بتاعه. أقول لكم هو مسؤول في شركة أو عنده مشروع، أو الشخص ده يعني يكون مدير بتاعكم، مسؤول المصلحة اللي انتم تشتغلوا فيها، أو حد عنده صورة كده تقيل تقيل في دمه كمان تقيل تقيل في دمه. الإنسان ده زي ما لو كان إنسان متعجرف، إنسان نرجسي، لكن في نفس الوقت إنسان غامض لا يظهر أي حاجة، لا يظهر أي حاجة من حياته الخاصة أو اللي بيعمله ما بيعملوش. غالبا الموبايل بتاعه دايما بكود بكلمة سر، اي حاجه ما يسيبش ولا اثر من اللي بيعمله وراه. حتى لما مثلا تقولي له تكوني عاوزه تغذيه كده وتقولي له في رجاله احسن منك وكذا وكذا وكذا، لا يظهر لك اي غيره او اي مشاعر على انه غار عليكي او ما تقبلش كلامك ولا حاجه. بياخد الموضوع بكل بساطه. الشخص ده هو كده، بيدعي البرود. طاقتكم انتم دلوقتي شايفين ان الشخص ده بيلعب بيكم، الشخص ده بيلعب بيكم، وخاصة اللي هي في علاقة مع رجل متجوز. يروح لمراته بعدين يرجع لكم، يروح لمراته بعدين يرجع لكم، يروح لمراته بعدين يرجع لكم، بعدين يوعدكم بوعود. لحد دلوقتي انتم متلخبطين في تفكيركم، في تركيزكم في العلاقة دي، مش عارفين ساسها من راسها. العلاقة دي
شايفين نفسكم لعبة في ايدين الحبيب ده، وانتم زهقتم وتعبتم دلوقتي، عشان كده جت طاقتكم على حسب طاقة موضوع الفيديو بتاع النهاردة. نشوف دلوقتي الشخص ده طاقته العاطفية عاملة ازاي، كمان نهكر عقله وقلبه، هل هو راجع ندمان، هل بيحبكم، ايه هو سبب الرجوع. يلا قلت لكم هو انسان شايف نفسه كتير، وصلت اللسان الشخص ده، طاقته العاطفية اهي، وانسان ما شاء الله عليه قلبه فيلا، قلبه فيلا وكل أوضة مخصص لها شخص، تمام. الانسان ده انسان بيحب التعدد، بيحب تغيير، زي ما احنا ما شايفين كده الملكة هنا ماسكة الكوباية بتاعتها بتاعت الحب ده، وعلى البلكونة بتبص على المملكة بتاعتها، بتحب كل اللي موجودين في المملكة، بتحب شعبها. فالشخص ده طاقته العاطفية حاليا هو إنسان بيحب الأوقات الجميلة السعيدة، هو دلوقتي يعني بيظهر انه سعيد، بيظهر انه كويس، وده ليه؟ لان هنا الشخص ده عاوز يلقى نوع من التوازن في حياته، مش عاوز يعني يدخل في عقله او يمزج او يمزج طاقته السلبية اللي هو بيمر بيها دلوقتي مع اللي هو عايشه دلوقتي. هو غالبا انسان زي ما قلت لكم عنده هيبه، عنده سلطه، بيخاف على مركزه، بيخاف على مظهره، بيخاف على حاجات كتيره. قلت لكم اعتذر عن الانقطاع، زي ما قلت لكم الشخص ده غالبا عنده هيبه، عنده مركز، وخايف من كلام الناس ومن حكم الناس عليه وكل حاجه، فهو دايما بيظهر كل ما هو جميل في حياته، يظهر عكس ما هو يعيشه، لأن غالبا الشخص ده هو دلوقتي بيظهر على إنه كويس وحالته المادية كويسة وكل حاجة فيها توازن في حياته، فيه يعني كمان قدام زملائه فيه تعاملات مادية، فيه شغل، فيه كذا كذا كذا، لكن جواه وجوه قلبه، الشخص ده جواه وجوه قلبه اتأذى من تصرف عمله في الماضي، انسحب في الماضي. والشخص ده لما تكونوا معاه بيحصل ايه؟ كلام انت كلمه هو كلمه، عمل حاجه تعملي حاجه يعمل حاجه ضدك، زي القط والفأر كده، لكن لما تكونوا متباعدين عنده اشتياق كبير جدا لكم انتم، عنده اشتياق فظيع، يعني بيمسك الموبايل بتاعه ويقعد يتفحص الأخبار بتاعكم، يتجسس عليكم بتعملوا إيه ما تعملوش إيه، لكن من غير ما يظهر لكم ذلك. وغالبا الشخص ده إذا كان عامل لكم بلوك حيرفع البلوك، أو رفع البلوك وانت مش عارفة، أو الشخص ده بيحاول يعني يجيب معلوماتك بشكل خفي، بشكل خفي مش بشكل مباشر. طاقة القراءة هنا في الأبراج اللي ظهرت هنا، برج الحمل، برج الثور، وبرج الميزان. برج الميزان طاقته طلعت مرتين. الشخص ده مش عارف ليه كل ما بينسحب من العلاقة تتدهور أموره للأسوأ، مش فاهم ليه.
هو بالنسبة له لما ترجعوا مع بعض وتكونوا مع بعض، انتوا اللي تخرجوه من الطاقة السلبية اللي هو فيها لطاقة أجمل. حاسس انكم انتوا اللي انتوا منبع الطاقة الإيجابية، الفرحة في حياته، الحظ في حياته. مش فاهم انه التوازن في العلاقة، ان التوازن في العلاقة لما يكون فيه نتيجة مثمرة للشخصين، لكم انتوا الاتنين. اهو لما يكون توازن، لما تكون العطاء من ناحيتكم انتوا الاتنين. زي ما نشوف الست دي بتقطف التفاحة دي عشان تاكلها او تبيعها. هي بتقطف التفاح ده والشخص ده هيشتري منها التفاحة دي، يعني في اخذ وعطاء. ان العلاقة في يعني العلاقة عشان تكون علاقة متوازنة وتكون علاقة فيها تفاهم، يجب أن يكون فيه أخذ وعطاء بالتساوي. أخذ وعطاء بالتساوي. هو كده بيفكر دلوقتي، مش أنا أخذ وأنت ما تاخديش حاجة. تمام. إيه كمان؟ بحبكم الشخص ده ومشتاق لوجودكم. طب يعني هو موجوع وندمان، ان في مشاكل بيمر بيها الشخص ده، في مشاكل بيمر بيها. اهو قلت لكم في علاقات متعدده انتم عايشينها. يا اما الشخص ده متجوز، يا اما الشخص ده نسوانجي، يسيبكم ويروح مع واحده تانية، واحده ثالثه، واحده رابعه، وبعدين يرجع لما تقفشوه يجي يبكي عندكم وسامحيني ومش عارفه ايه ومش عارفه وانا مش عارف ليه عملت كده وكذا وكذا وكذا، وبعدين يرجع لنفس المشكله اللي هو فيها. وزي ما قلت لكم الشخص ده بيراقبكم، في مراقبه وعاوز يعرف كل ما يتحسس انه في حد جديد دخل في حياتكم يظهر مرة واحدة عشان يعني ما يسيبكمش ترتبطوا مع أي حد تاني غيره. طب إيه هي خطوته في الرجوع بما إنه بيحبكم وبما إنه ندمان؟ قلت لكم الشخص ده، بص الشخص ده عنده أزمة في الطفولة بتاعته، الشخص ده بيظهر لكم إنسان جميل، إنسان راجل بكل مواصفاته، بكل تصرفاته كذا وكذا، لكن جواه طفل داخلي بيحب يفرح نفسه بإيه؟ بالعلاقات المتعددة. لكن الطفل اللي جواه والأزمة الداخلية اللي عنده اللي جايبها مكركرها معاه من الماضي، إنه في أزمة في الطفولة على إنه هو اتربى بشكل، أقول لكم أمه كانت بتتحكم فيه كتير، أقول لكم اتربى في وسط بيئة فيها كلها ستات وكانوا بيتنمروا عليه، هم اللي بيتحكموا فيه، ما تخرجش ما تعملش وما تلبسش وما تعملش كده وما تعملش كده. فهو دلوقتي ليه بيتصرف معاكم بالشكل ده وبالعلاقة، يدخل في العلاقات المتعددة دي عشان يكسر الفكر اللي كان جواه زمان والتحكم اللي كانت بتتحكم فيه الستات دول اللي كانوا في حياته، مش كعاطفه، لا، امه، خالته، اخته الكبيره، كانوا الستات اللي في البيت عندهم في الاسره هم اللي بيتحكموا، هم اللي كلمتهم كلمه. في عقله اللاواعي، بصوا هنا، في عقله اللاواعي الشخص ده عاوز يبرهن على رجولته، عاوز يبرهن رجولته ان هو راجل، ان هو المتحكم، ان هو اللي بيسيب، ان هو اللي بيؤمر وهو اللي بينهي. وفي نفس الوقت عاوز يكسر باي ست يدخل معاها في علاقه. عشان كده ربما انتم في علاقه اون واوف دي. ازاي ينتقم؟ هو مش هيقدر ينتقم من امه، مش هيقدر ينتقم من اخته.
فيعمل إيه؟ يثور على نفسه وينتفض على نفسه وينتفض على أمه دي ولا أخته دي اللي تحكموا فيه كتير من صغره، على إنه يعمل علاقات مع الستات وبعدين مثلا يعودك يتعرف معاكي دلوقتي، يعودك 3 أشهر شهرين كده على بال ما يتمكن منك. فيعمل إيه؟ يعودك على كل اتصال، كل يوم كل ساعة يتصل بيكي، أكلتي ما أكلتيش، شربتي ما شربتيش، نمتي عملتي، وحشتيني وبحبك وبعشقك ومش عارف إيه وكذا وكذا وكذا. لما تخلص الشهرين ونص دي، 3 أشهر دي، ويتمكن منك إنك خلاص حبيتيه وتعودتي على حضوره، أصبح عندك زي المخدرات كده، لو ما يتصلش بيكي تتجنني. فهو لما خلص يتمكن منك، تبدأ أول خطوة في الانتقام منك، على يعني وعقله اللاواعي، في عقله اللاواعي زي ما لو كان بينتقم من الأم أو من الأخت دي. فيعمل إيه؟ يبدأ ينسحب. ينسحب إزاي؟ ما يتصلش كتير، ما يسألش عنك خالص. لما تلوميه يقول لك انا عندي ضغوطات، عندي مشاكل، ما اقدرش اتصل بك كل مره، انا انسان مسؤول او عندي شغلي وعندي حاجاتي وعندي اسرتي وعندي كذا وعندي كذا. يعني اي تبرير، يعني اي حاجه تشتكي منها منه بيجيب لك التبرير بتاعها، وتبرير منطقي انت ما تقدريش تقولي لا. بتشوفي على الواتس شغال، تتصلي بيه ما يردش عليك، تبعتي رسالة ما يقرأهاش في وقتها، يسيبك كده لغاية بكرة بعد بكرة ويقرأ الرسالة، وبعدين يقولك بعتذر والله كنت نايم، بعتذر والله من كتر التعب ما شفتش الرسائل، كنت مضغوط ومش عارف ايه، ويكلمك يعني يديلك الكلام بالجرعة، مش زي ما كان يلوك لوك 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 زي ما كان زمان بيلوك معاكي بالساعات والساعتين، يديلك بالجرعة كلمتين كده وخلاص. حتى ولو جاوبتيه في نفس الوقت اللي بعتلك فيه الرسالة مش هيقرأها، تستني كمان تدخلي في عراك أو تدخلي في زي بيقولولها دي، في ضغط نفسي تاني، مرحلة تانية، وتقعدي طب امتى يقرأ الرسالة، طب امتى يرد عليا، تبدأي تتصلي كذا كذا، وهو يتلدد لما يشوفك تعملي كده، وهو لا مضغوط ولا أي حاجة، يتلذذ على انه يشوفك كده. ويعمل نفس الحاجه مع الطرف الثالث، ويعمل نفس الحاجه مع الطرف الرابع، واي حد يدخل معاه في علاقه. لكن لما يحس انه خلاص بداتي تتوقفي من الاتصالات والرسائل، ولا بتلوميه ولا بتعملي اي حاجه، وغالبا البعض منكم هنا انت اللي عملتي له بلوك مش هو اللي عمل لك بلوك، محروق من قلبه. بصوا، محروق من قلبه، عاوز يعرف ازاي قدرتي تخرجي من ايده، عاوز يعرف ازاي يعني بسرعه كده فكيتي التعلق بسرعه بسرعه كده كده، يعني حسستيه ورجعتيه يعني الطفل الداخلي اللي جواه اللي اتأذى من امه او اخته الكبيره لما كان صغير، فيفتكر ردة فعل امه واخته الكبيره لما يكون عامل عامله كده ويقعدوا يوبخوا فيه. فسقوطك انت بمثابة توبيخ الأم بتاعه لما كان صغير، وبمثابة تأنيب أخته الكبيرة أو جدته أو خالته أو أيا كان من أهله اللي كان بيتحكم فيه لما كان صغير، فيجيله نوع من الخوف، نوع من الرهبة، نوع من عدم الاستقرار، بيحس بحاجة نقصاه. فيرجع يعمل ايه؟ تجيله الحنيه دي زي ما هو كان بيحب امه او اخته دي، رغم اللي عملوه فيه بيحبهم، صله الرحم بترجع له، الصله بيكي انت زي صلته مع امه واخته، مش يعتبرك امه واخته، هو يعني الحاجه اللي بيدور عليها يلقاها بعد ما يتاذي. الانسان ده لما يتاذي يرجع لشخصيته المحضه الحقيقيه اللي كان يعني كانت عنده منذ الصغر، مش الإنسان اللي مدي لنفسه صورة مش هي صورته، اللي مدي لنفسه شخصية مش شخصيته. الشخص ده هو كده.
عفوا، قلنا هو ندمان. طب هل الرجوع عشان يتمكن منكم مرة تانية ويهنكم مرة تانية زي ما أهانكم، ولا المرة دي حيتوقف من الإهانات اللي كان بيهنكم بيها؟ ندمان، هو شايفكم فرصة لا تتعوض، فرصة لا تتعوض. المرة دي فتح عينيه على الخراب اللي عمله في حياته، لان غالبا مش الا انت اللي عملتي له بلوك، او انت توقفتي عن انك تبعتي له او انك تجري وراه. في علاقات تانية عملوا له نفس الكلام، فهو عاوز يرجع عشان يطور في العلاقة مش عشان يخربها مرة تانية. بس هنا يجب عليكم انكم تفهموا حاجة، الانسان لما يكون متعود، شفتوا انتوا لما كنتوا متعودين عليه كتير او لسه متعودين عليه، الشخص ده صعب عليه انه يعني يغير من شخصيته في رمشه عين كده، فهيكون الرجوع والتغيير تدريجي، وهيشتغل على العلاقه دي على انها تستمر وتعلو لمرتبه او مستوى احسن من اللي هي عليه او اللي كانت عليه. تمام تمام مشاعر قلنا بيحبكم، ندمان ندمان، راجع راجع ان شاء الله. ايه كمان؟ بين قوسين ملاحظه، قبل ما اقول ملاحظه، لايك من فضلكم، يعني احنا بنشقى عليكم عشان نعمل لكم فيديوهات، اذا ما كنتش مشترك في القناه تشترك وفعل الجرس. ملاحظه، في كتير من الناس في التعليقات يطلبوا مني قراءات وانا بلبي الطلب. تمام تمام فمن فضلكم انا هنا بعمل توقعات لا اعمل تنبؤات، فسؤال متى يرجع، ومتى مش عارفه ايه، متى خروج الطرف الثالث، متى كذا متى كذا. لما تسألوا كلمة متى هتخرجوا من دينكم، هتتحول من توقعات لتنبؤات، وبتنبؤات حرام. احنا بنعمل توقعات زي توقعات الأحوال الجوية، توقعات طاقة بس. فمن فضلكم ما تسألونيش طب متى. تمام تمام شكرا لانتباهكم لنا. هقول لكم دلوقتي طاقة الأبراج الموجودة هنا، دقيقة بس. يلا طاقة الأبراج لأصحاب المجموعة الأولى، ما تنسوش اللايك يا جماعة الخير، شكرا لكم مسبقا. 100% برج القوس، برج الجوزاء، وبرج العقرب. 80% برج الحمل، برج الدلو، وبرج السرطان. 60% برج الأسد، برج الثور، وبرج الميزان. واحنا شفنا طاقة برج الميزان وبرج الثور وبرج الحمل. 50% برج العذراء وبرج الحمل وبرج الحوت. إلى هنا وصلنا لنهاية القراءة لأصحاب المجموعة الأولى، نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية. يلا اللي اختاروا القلادة دي اللي فيها شجرة الحياة بتاع حجر العقيق. ظاهرة في الشاشة، ظاهرة في الشاشة. تمام هنعمل زي ما عملنا مع أصحاب المجموعة الأولى، ونشوف طاقتكم وطاقة الشخص ده الحبيب أو الشريك بتاعكم، طاقتكم انتوا الاتنين عاملة ازاي. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله. جت طاقتكم مع طاقته، رغم أني أخلطت الكروت قدامكم، جت طاقة علاقة وطاقته وطاقتكم مع بعض. مهم.
بص، غالبا العلاقة عندكم متلخبطة، وغالبا البعض منكم زي ما قلتش 70% انتم اللي انسحبتم من العلاقة، او هو رجع وانتم اللي رافضين الرجوع ده لانكم خايفين من التقلبات بتاعه، وان العلاقة هتنتهي مرة تانية وتتأذوا مرة تانية زي ما اذاكم في الانفصالات اللي فاتت دي. وهو للبعض منكم يا اما رجع يا اما عنده طاقة رجوع، رغبة في الرجوع. الشخص ده عنده رغبة في الرجوع، بيفتكر الأيام الحلوة اللي قضيتوها مع بعض، وعنده انجذاب جسدي فظيع جدا 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 وجنسي من ناحيتكم. وغالبا بصوا، يا إما بيبعت لكم رسائل، يا إما بعت لكم رسالة بقى لكم 6 أشهر وأنتم منفصلين أو أكتر من كده، بعت لكم رسالة أو بيبعت لكم في حد يترقب أنتم تعملوا إيه، دخلتم في علاقة ما دخلتوش في علاقة. لكن الإنسان ده أو الشخص ده أو الشريك ده منجذب انجذاب فظيع ليكم جدا، الانجذاب ده يعني فظيع فظيع فظيع. لكن في نفس الوقت الشخص ده نقدر نقول عليه ثنائي القطب. الشخص ده ثنائي القطب، اللي مش بيعرفش ايه معنى ثنائي القطب. ثنائي القطب معناه انه الانسان ده متقلب المزاج، الشخص ده متقلب المزاج. تمام، نشوف دلوقتي بما انه طاقة العلاقة جت في طاقتكم انتم، هنشوف دلوقتي القصة ما بينكم انتم الاتنين عاملة ازاي. مشاعر الشخص ده تهكير شامل وكامل للشريك، هل هو ندمان بعد العودة على اللي عمله قبل الانفصال او اللي كان سبب الانفصال. يلا مش إلا ندمان، قلت لكم الشخص ده في طاقة ثنائي القطب أهو. أصحاب المجموعة الثانية أنتم زي أصحاب ندمان الشخص ده. كاتب برج الدلو، طاقة هوائية، في طاقة هوائية، طاقة مائية كتيرة، نارية قليلة وترابية قليلة، كطاقة قراءة مش كأبراجكم. تمام. بصوا كده، من الآخر انتوا الاتنين عناديين، عناديين جدا. انت تقولي أخضر هو يقولك أصفر، تقولي اصفر يقولك لا اسود، تقولي طب انا مش شايفاه اسود انا شايفاه وردي، وانطح دماغك في الحيطه. يجي هو يقولك تمام هو وردي، تقولي لا انا خلاص مش عاوزه الوردي عاوزه الاخضر. عناديين الاتنين لاقصى درجه، كل واحد متمسك برايه، كل واحد شايف ان رايه هو اللي المتصدر في العلاقه بتاعتكم. بصوا، كل واحد واقف على الكلمة، واقف على الفاصلة، واقف على النقطة، واقف على كل حاجة. لكن في طاقة الشخص ده شايف انه سبحان الله، شايف انه الخناقات دي اللي بتحصل ما بينكم والعند ده اللي ما بينكم بيقربكم اكتر ما بيبعدكم عن بعض. اي نعم بتنفصلوا، اي نعم في زعل ما بينكم كل حاجة، لكن شايف انه في كل انفصال فيه نوع من اخذ دروس، نوع من تحقيق الذات، لان الانسان ده ما بيحبش الست تكون طيبة خالص وعلى نياتها، وست تتنازل كتير وتضحي كتير وملهاش كلمة وملهاش يعني وقفة ما لهاش ردة فعل، والإنسانة باردة. بحب الست المعتمدة على نفسها، الست اللي بتستحمل المسؤولية، لكن الست العنيدة، الست القوية العنيدة اللي مش هتتنازل على حقها ومش هتتنازل على كرامتها.
فعشان كده في أول الكروت القراءة بتقول إن الشخص ده ندمان عليكم، ربما مسكتوه بخيانة، أو الشخص ده عنده إدمان وأنتم الإدمان ده ما بتحبوهوش، يا إما إدمان في العلاقات الجنسية مع الستات كتيرة، يا إما خيانة مع ستات كتيرة، يا إما عنده إدمان في الشرب، في حاجات في السجاير، شرب السجاير كتير، في الشرب، شرب الخمرة، يعني بيدخل مخدرات أيوة. لكن هو يعني شايف إنه أنتوا قوم واللي يعرفهم في حياتكم تاني، أنتم فرصة لا تعوض، وحضوركم يلغي حضور الجميع، إنه عندكم وقت لما تكونوا متمسكين برأيكم بكرامتكم، عناديين جدا جدا، لكن في نفس الوقت عندكم شخصية الست الطيبة الكيوت الجميلة الحنينة الرقيقة اللي رقتها تدخل في حياته البهجة والسرور وتديله طاقة على إنه يكون راجل متمتع بكل السعادة اللي بيدور عليها كل راجل. تمام؟ تمام. إيه كمان؟ مشاعره من ناحيتكم الشخص ده، وهل هو ناوي إنه يرجع لكم؟ الشخص ده متخبط ما بين حاجتين، الشخص ده بيحبكم لكن متخبط ما بين حاجتين، كارت دمون، احنا عارفين هنا قلعة وهنا قلعة، بصوا هنا الوش اللي هنا بالحجارة والوش اللي هنا بقه مسكرة، وهنا فيه قارب عاوز يمر من ما بينهم هما الاتنين، لكن فيه كهرباء بتوصل ما بين البرجين، يعني فيه خطورة أو فيه حاجة واقف عليها الشخص ده. The Five of Pentacles. The Six of Wands. بيحب يتباهى كتير الشخص ده. بصوا زي ما انتم بتتسألوا ليه كل مرة ننفصل وكل مرة يحصل نفس الكلام، وكل مرة بيقول لي مش هكرر الغلطة دي، وفي نفس الوقت يغلط الغلطة اللي غلطها معاكم، هو كمان بيسأل نفسه ليه كل ده بيحصل، ومنجذب لكم جدا 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 جنسيا أو جسديا، متعلق بيكم، هو كمان متعلق بيكم جدا، لكن هو حاسس نفسه مقيد، أعتذر من بكاء المواعية للجيران، حاسس نفسه مقيد لظروف مختلفة، لأن يا جماعة الخير القراءة دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فحاولوا تاخدوا الحاجة اللي تمشي على سكة حياتكم والحاجة التانية سيبوها للتانيين. إذا ما شفتوش يعني طاقتكم موجودة في الفيديو ده، أو عفوا في المجموعة دي، شاهدوا المجموعة الأولى. تمام؟ تمام. الشخص ده في حاجة موقفاه، في حاجات موقفينه، البعض منكم الشخص ده الحاجة اللي موقفاه على الرجوع مسألة مادية، عنده أزمة مادية، يا إما أقول لكم أمنتوه على فلوس، ساعدتوه بفلوس وما رجع لكمش الفلوس دي، مش قادر يعني يظهر لكم وشه، مكسوف منكم، فمش قادر لو يرجع خايف إنكم تكلموه على الفلوس دي، أو خايف إنه لما تقولوا له رسم العلاقة بتاعتك معانا مش هيعرف إزاي يقول لكم إنه مش جاهز دلوقتي، لأنه رغبة الرجوع موجودة، رغبة ترسيم العلاقة موجودة، يحبكم يحبكم حتى ولو كان في طرف ثالث، بحبكم أنتم أحسن من الطرف الثالث، لأن غالبا هنا البعض منكم متجوزين عرفي مش الطرف الثالث، أنتم البعض منكم، لأن دي قراءة عامة زي ما بقول دايما مستحيل تنطبق على الجميع، فعشان كده هو بكارت الديت خايف ترفضوه تصدوه ما تدلوش ولا اعتبار،
إنه حيشرح لكم اللي حصل. البعض منكم الشخص ده مش قادر يعني يرجع لكم بحكم عادات وتقاليد، ربما أهله رافضينكم، أهله هم اللي بيصرفوا عليه، ما يقدرش يعني لما يرجع حيرجع بإيديه الاتنين، وهو مهدد من أهله على إنه لو مثلا إذا كنتم متجوزين وعاوز يرجع لكم، مش عاوزينه يرجع، مهددينه لو يرجع مش هيصرفوا عليه مرة تانية. لو مثلا خرج من تحت طوع أهله، حتى لو ما يعرفوش علاقتكم أنت وهو، أهله بيحرموه من الورث، ما يصرفوش عليه، أو في مشروع ما بينهم، في صلة أكتر من صلة الرحم تربط الحبيب ده أو الشريك ده بالأسرة بتاعته أو بالعيلة بتاعته. لأن غالبا زي ما قلت لكم الشخص ده غالبا يعني مقيد إزاي بيقول هالكلمة دي يا ربي، يعني الشخص ده أصلا حتى ولو كان بيشتغل المرتب بتاعه مش هيكفيه، يكفيه يدوب على مصاريفه الخاصة بتاعته، عشان يرسم علاقة ولا يراعي أسرته لا. فهو دايما خاضع لرغبات الأسرة دي، في إنهم هم اللي بيتحكموا في علاقاته، واللي بيتحكموا في حياته، وما بيتحكموا في كل حاجة، مخليه ضعيف قدامهم. لأن فيه البعض منكم هنا أحد من ربما الشخص ده متجوز، لأنه فيه three of cups و three of pentacle بتقول إنه فيه طرف ثالث للبعض منكم، حتى ذكرت the lovers، في طرف ثالث في الموضوع. البعض منكم الطرف الثالث ده أهله، والبعض الآخر الطرف ده الزوجة أو العيال، أو الزوجة والعيال، وغالبا داخل في مشروع أو فاتح مشروع بفلوس الزوجة دي، مش هيعرف يسدد الديون اللي عليه لو يسيب الزوجة دي ويتجوز معكم انتم، حتى ولو كنت انت زوجته مراته وتجوز عليكي مع طرف ثالث، سواء بالعرفي سواء شرعي وقانوني، قانونيا مش هيقدر يتنصل من الطرف الثالث، لأنه في شراكة ما بينهم، ومش هيقدر يسدد الديون اللي عليه لو يرجع لكم ويسيب الطرف الثالث ده. تمام، طب هيعمل ايه؟ الشخص ده بيفكر يلقى حل يرضي بيه اهله ويرضيكم انتوا كمان بيه. طب نية الرجوع موجودة، هل سيتخلص من القيود دي؟ بحبكم وراجع بصدق مش بالكذب، بحبكم، لكن زي ما قلت لكم الحاجة اللي موقفاه في مكانه هي الفلوس والجانب المادي. اهو الجانب المادي، وزي ما انتم بتراقبوه هو بيراقبكم كمان، بس هيتخلص من القيود دي، هياخد وقت بس هيتخلص من القيود دي. زي ما قلت لكم هيتخلص من القيود دي، هيكون فيه مشكلة ويتدخل فيها الشريك بتاعكم أو الحبيب بتاعكم، وهيجي شخص صديق كان مغترب ويرجع للبلد ويسمع بقصته، هيساعده ماديا على إنه يفتح معاه مشروع جديد ويخرج ويسدد ديونه مع الطرف الثالث ده ومع أسرته، ويقدر يعتمد على نفسه مرة تانية. بس هتاخد وقت، لأنه حبه ليكم أنتم هو اللي مش هيشجعه. إيه كمان؟ أهو قلت لكم The Empress، هيكون فيه صراع قوي جدا ما بينه وما بين الطرف الثالث، وما بينه وما بين أهله، لما هيقرر أنه ينسحب منهم ويقص التحكم ده اللي بيتحكموا فيه بيه. تمام، نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي.
يلا. ما هي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100% برج الجدي، برج العقرب، وبرج الحوت. 80% برج الدلو، برج السرطان، وبرج الأسد. 60% برج الجوزاء عفوا، برج القوس، وبرج الثور. أما الأبراج المتبقية برج العذراء، وبرج الحمل، وبرج الميزان. 50%. قلت لكم طاقة برج الحوت 100%. إلى هنا ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، وإذا ما كنتش مشترك اشترك وفعل الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.